نمر سعادة من المصممين القليل المتخصصين بالأزياء الرجالية، وبيركز بتصاميمه على أناقة الشباب والرجال بطريقة كلاسيكية وحديثة عصرية بالوقت نفسه. برنامج ستايل وستارز مثل عادته بتغطية لكل جديد بمجال الفاشن. التقى نمر سعادة للحديث عن الكولكشن الجديد، وكمان سألنا ضيوف العرض بالصف الأول عن اهتماماتهم بالمظهر. الكوليكسيون كانت صعبة كتير لأنه كان عندي أول شيء عفوت شغلة اسمها لاين ليديز وير، سو التحضير طبعا كان كتير كبير، كان بده دقة، كان بده تحضير، ومثل ما شايف كمان اللوكيشن كان صعب كتير، تقدرنا أملنا اللوكيشن والناس ما تنزعج. كل جزء بهالكوليكسيون كان مثل ما نحن عادة من قسمه، عنا كلاسيك، عنا ترندي، وعنا ودينج، وطبعا إن بتوين كان في لاين ليديز وير اللي كان موجود عنا هلأ. بالكلاسيك حبيت أعبر عن شغلة يلي هي فيها أكتر رجولة، فيها أكتر من الشخص الشرقي العربي، يعني بدك كلمة الفريل، بنفس الوقت بدك تلاقي إنه كمان التاتش اللي هو شوي هيك فيه شوي إنه غريب، غير إنه كل واحد بيقول لك شو البدلة شو فيها نعمل فيها. جربت قد ما فيها أعطي أفكار ضمن نطاق معين تقدر وصلها للناس، وأي هوب أي هوب إنه تكون هذه الشغلة وصلت. بالترندي، الترندي هو شغل الشاب بده يلبس، ما بدي البس بدله بتشبه بدله اللي بيروح فيها على الشغل او شيء، بدنا شغله يكون فيها شويه جرأة، ممكن مذيع، ممكن فنان، ممكن شخص فيري فاشنبل يقدر يلبسها. ثالث لاين هو اللاين اللي هو اكثر اعراس، يعني احنا شوي معروفين فيه، اللي بنلبس كل عريس ممكن يتجوز عنده فكره او عنده ثيم معين بالعرس تبعه بنأمن له هالشغله. Luda, put the needle on the record and a needle in your veins. If Luda's on your record, it'll never be the same. شي كتير حلو. أصلا نمر إنسان كتير موهوب، وكتير حبيت إنه جديد بلش بالwomen's wear كمان، فكتير حلو. كتير حبيت القطع الأبيض والسيلفر، بنقى ألوان كتير حلوة، وخصوصا اللوك يلي الشاب معه صب صغير، it was يعني كتير حلو. وفي جائتين اللي عملناهم هن أول وحدة عندك الباركينج، فكرة الباركينج اللي تحت الأرض، رابع طابق تحت الأرض، هاي الفكرة كانت من زمان عندي إياها أنا، ولما لقيت الباركينج المناسب والنظيف والحلو والناس ما يتضايقوا فيه حبيت أمنها، مع أنه أخذت شغل أكتر وتكاليف، يعني قبلك كرو يعني عم بيشتغل من صار له فترة. هاي أول شيء. ثاني شيء، عندك الورد الصغير اللي لبسناه لحتى نقول للناس إن إحنا ملبس ولاد صغار، كل شيء باسمه رجال نحن فينا نعمله. بحب هني نمر على هالكوليكشن. فيني اقول انه اشياء كثير موجوده انه ممكن انا اقدر البسها لانه فيها نوع من الكلاسيكيه، واشياء كثير بعيده عني لانه انا وقت بحكي دائما ما فيني احكي على الذوق، بحكي على التكنيك. بس كمان مثل ما انا عندي ذوق، في كثير اشخاص عندهم ذوق ثاني، فاكيد في توافق بالاراء بيني وبين اشخاص ثانيين لنقدر نكمل الذوق العام لهالكوليكشن هاي. تمدنا انه الستايل اللي كان اخده هو انه كستيل جيمس بوند، هيك الشيء القاسي، السيارات، الباركينج، اعطيتهم لوك انه يبين انه رجوليه وشوي على ستايل، يعني شيء شوي هيك قديم ويعطيك ستايل. يعني بالنسبه للسيارات والكونسرت كله يعني مبين انه شيء هيك رجل القاسي. كم قطعة بصراحة أنا اللي شخصياً أقدر أروح أخذها، في البدلة السوداء، الجاكيت الأسود اللي ما بيها ياخة ستريت، حلوة فيها إبداع. في جاكيت ثانية، في بدلة بيضة لما نتزوج نلبسها، حلوة. والحمراء، الحمراء حلوة بس يراد لها مكان، يعني ما أعرف وين تلبس بصراحة، يعني إحنا الفنانين المفروض نلبس هاي الحمراء، بس أنا بصراحة ما أعرف وين راح ألبسها، فالحمراء لا ما راح أخليها. الوحدة، في وحدة ثانية اللي رصاصي وعليها فد نقشة سوداء رائعة، إن شاء الله راح ألبسها. أنا ما عندي أي تعدي على ولا مصمم نسواني باللاين اللي أنا قدمته، اللاين اللي قدمته أنا توتالي هني بعاد عنه، شيء بيشبه بدلة، بيشبه كاركتيري، بيشبه المود اللي أنا عاملينه، كتير بعاد عن كل شيء نسواني، وبعدين يمكن ما حيتضايقوا لأنه عن جد فعلا كتير فارق هالموضوع عنه.